وهنا دققت على الشيرينج، نستطيع أن نشارك الفصل مع معلمة أخرى بوضع هنا إيميلها مثلا على سبيل المثال. نستطيع أن ندعوها لمشاركتنا، وهنا تم دعوة هذه المعلمة لمشاركتي في فصل الاجتماعيات ومشاركة في تقييم الطلبة لدي. وهنا أيضا على الضغط على messages أستطيع أن هنا أشارك أولياء الأمور، أستطيع أن أشاركهم بالرسائل، التواصل معهم من خلال الرسائل القصيرة. هنا لدي إضافتهم، إضافة أولياء الأمور، ومن خلال أمر messages أستطيع أن أتواصل معهم من خلال الرسائل وأعطائهم تقييم حسب أطوائهم. وهنا أستطيع من خلال هذا الزر أن أشارك هنا الصف، أو أستطيع أن أجعله هنا أستطيع أن أجعله مخفي، وهنا أستطيع أن أظهره view class. هنا أستطيع أن أظهره أو أخفيه، وأيضا أستطيع أن من خلال edit class هنا أستطيع أن أغير المادة، أيضا الصف، الفصل، وهكذا. وهنا Add Class أستطيع أيضا إضافة فصل آخر. Get the free ClassDojo App Store، أستطيع أيضا تحميل برنامج ClassDojo من خلال App Store من خلال وضع هنا الدولة الخاصة بك مثلا كويت، وأستطيع أن أضع هنا الرقم الخاص بي من خلال من خلاله يستطيعون أن يرسلوا لي اللينك الخاص بتحميل هذا البرنامج من خلال أب ستور، أو أستطيع أيضا الذهاب إلى أب ستور وتحميله من خلال وضع اسم ClassDojo وتنزيله مباشرة. من خلال الضغط على Easy Way to Use ClassDojo هنا يقولون أن أسهل طريقة لمكافأة الطلبة وتقييم سلوكهم من خلال برنامج ClassDojo، وأيضا أستطيع أن أختار عشوائيا الطلبة وأعطائهم المكافأة، وأيضا أستطيع أن أجعلهم جروبات، وأيضا أستطيع هنا إرسال الهومورك والمشاركة والحضور من خلال هذا البرنامج. بالضغط على الفصل اجتماعيات أيضا أستطيع أن أجعل الطلبة في جروبات، Add your first group. هنا أستطيع أن أنشئ مثلا لولو جاسم، وأيضا نوار راشد، وزي محسن مثلا، أستطيع أن أجعلهم في جروب مثلا جروب التميز، Great group، Create group. هنا جعلنا ثلاثة طلبة جروب التميز، وأيضا أستطيع أيضا هنا نورة محمد، دلال ناصر، أيضا زينب حسن، سارة أحمد، لطيف عبد الله، جروب مثلا جروب مثلا النشاط الحر. وهنا تم إنشاء لي الجروبات، وهنا الطلبة أنفسهم، وهنا الجروبات. أستطيع أيضا مكافأتهم على الجروب النشاط الحر مكافأتهم، وأيضا جروب التميز أستطيع أيضا إعطائهم مكافأة مثلا مساعدة الآخرين. وأستطيع إندولاست أستطيع أحذف آخر شيء فعلته، مثلا قيمت سلوك جروب التميز، وأستطيع أيضا حذفها أو مثلا إعطائهم عدم الاحترام مثلا، تم خصم منهم درجة. أستطيع أيضا هنا
عطائهم محافظة على البصمة. أستطيع أيضا هنا ممتازين، وأستطيع أن أختار أيضا راندوم من خلال student. هنا أستطيع عمل واجب، ومن خلال أيضا عمل الجروبات view report. هنا تغير التقرير الخاص بهم، هني حساب الولي الأمر، وهني حساب الطالب نفسه. refer a teacher، هنا أستطيع إعطاء هذا اللينك هدية لأي معلمة لتحميل برنامج ClassDojo والاستفادة منه. مثلا هنا أستطيع أن أعطي معلمة سارة أستطيع أن أشاركها اللينك من خلال تويتر أو فيسبوك، وأستطيع أن أرسل لها thanks for sharing the link وتم إرسال لها، وأستطيع أن أرسل أكثر من معلمة أو أشاركهم بتويتر وفيسبوك. ولدي هنا بعض الملاحظات لابد من المعلمة مراعاتها لزيادة فعالية التعزيز. هو يجب أن تتجنب الثناء الذي يشير إلى الإخفاقات السابقة، ونتجنب أيضا مثلا قول المعلمة أخيرا استطعت كتابة اسمك دون أخطاء، لم أكن أتوقع بأنك ستنجح في الامتحان، كيف فهمت النص، أو أنت ضعيف في القراءة. أتجنب وضع الكومنت بهذا الأسلوب. وأيضا ينبغي أن يكون الثناء والمديح مناسب لعمر التلميذة ومستوى قدراتها، ويجب ألا يتم التجاهل الطالب عندما يكون سلوكه يستحق التعزيز، لأن الطالب عندما يعزز سلوكه سوف يقوم بهذا السلوك الإيجابي كثيرا، وعندما نهمل هذا السلوك الإيجابي سوف يكون محبط الطالب. فمن حق الطالب عند قيامه بعمل سلوك إيجابي أن أقيم سلوكه الإيجابي وأعطيه مكافأة، وأيضا عندما أرى الطالب وعندما أرى الطالب يعمل سلوك سلبي من حقي أيضا أن أعطي سلوك مشاغب أو مهمل أيا كان على فعله. ويجب أن يكون التعزيز متقطع، أي مفاجئ غير متوقع للتلميذ، وليس وفاء بالوعد. وأن يعزز السلوك الإيجابي واحد للتلميذ يطفو سلوكا سلبيا. وكلما زادت نسبة التعزيز قلت السلوكيات السلبية للطالب، ويمكننا ضبط سلوكهم وتعديله من خلال هذه السلوكيات، من خلال التعزيزات. وبالنهاية إذا قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر، بمعنى أن التعزيز المادي والحسي مقدم على التعزيز المعنوي في كثير من الحالات، ولا سيما الأطفال. فتعزيز الجملة أفضل وأكبر أثرا من تعزيز اللفظ. فقولنا للتلميذ ممتاز يا مروان، وإعطائه مثلا ممتاز أفضل من قولنا أحسنت ونسكت. ويفضل أن يدون المعلم ملاحظاته بجانب العلامة التي يثبتها على أوراق الامتحانات، فهي أكثر تأثير في نفوس التلاميذ من مجرد وضع العلامة دون أي ملاحظة. ولدينا هنا فيديو تعليمي لكيفية استخدام برنامج ClassDojo في الأب ستور في السمارت فون. سنشرح لكم في هذا الفيديو كيف تستخدم ClassDojo في الأندرويد في الآيفون. عندما تقوم بدخول ClassDojo، تقوم بدخول الفصل، أول المهام التي تقوم بها هو أن تقوم بأخذ الحضور، تقوم بتحضير الطلاب، والغائب منهم يكون باللون الأحمر، والذين يأتون متأخرين يكونون باللون الأصفر. بعد أن تنتهي من تحضير الطلاب تضغط على حفظ. هنا ثم تخرج. في الآيفون الخيارات أريح قليلا، عندما تدخل الفصل تقوم بأخذ الحضور،
الضغط على هذا الزر يحضر جميع الطلاب، ثم تقوم باختيار من منهم غائب أو متأخر عن ضغطتين، متأخر أصفر يعني متأخر، أحمر يعني غائب، أخضر يعني موجود. سيقوم البرنامج بإرسال جميع الحضور وغياب التأخر إلى الفصل. الآن سأشرح لكم كيف تقوم بتسجيل الميزات أو الملاحظات على الطالب عندما تدخل الفصل. بإمكانك القيام بهذا عن طريق ثلاثة أمور سأقوم شرحها أولا في الآيفون. أولا إذا كان عندك درجات تختار الطالب ثم تعطيه درجة، يتم تسجيل درجته، أو تختار الطالب وتقوم بخصم درجة عليه. بإمكانك أن تعطي جميع الطلاب بالضغط على Select All ثم تعطيهم درجة، أو جميع الطلاب. وهكذا سهل سهولة استخدام برنامج كلاس دوجو في الأجهزة الذكية السمارت فونز، وأيضا نستطيع تحميله من خلال ما سبق. هنا نستطيع تحميل برنامج كلاس دوجو من خلال get the free class dojo هنا، وعند إرسال للرقم يتم إرسال موقع لتحميله مباشرة من خلال الآيفون أو الأجهزة الذكية. وعند الضغط هنا على Big Ideas نستطيع أن نشاهد هذا الفيديو معا، ويأخذنا إلى صفحة أخرى. Chapter 1. Mojo discovers a secret about his brain. A secret that will change the way he looks at the world forever. Our story begins with Mojo, a friendly monster who loved school, especially math. Until one day, when something terrible happened. The math problems got harder. Nothing made sense anymore. Mojo had a devastating thought. He just wasn't smart enough for school. It seemed the only reasonable thing to do was pack his things and leave forever. Just then, he heard his friend Katie laughing. Mojo, you can't just give up, she said. I have no choice, Katie, said Mojo. You're either born smart or you're not. And I realize today that I'm not. Mojo, that's not how it works, said Katie. Anyone can be smart, you just have to work at it. That's the most ridiculous thing I've ever heard, said Mojo. It's not ridiculous, it's science, said Katie. Neuroscientists studied the brain for years and discovered an incredible secret, that your brain is like a muscle. When you try challenging things, like those hard math problems, you're giving your brain the exercise it needs to get stronger, which makes you smarter. Ooh, is that really true? Said Mojo. Of course, said Katie. It's like how when you were a baby, you didn't know how to talk. But you kept trying, exercising your brain, until one day you could. Mojo! Mojo couldn't believe what he was hearing. If your brain was really like a muscle, did that mean anyone could become smarter? Even him? He turned to ask Katie, but just then, she had to be off to her next class. But maybe you can answer Mojo's question. What do you think? Can Mojo become smarter? What about you? Now that's an interesting question indeed. رأينا الفيديو عن موجو، ونستطيع أن نشاركه في الفيسبوك أو تويتر، وأيضا لدينا تشابتر واحد Secrets about the brain. هنا كلاس دوجو وضع لنا أفلام متنوعة عن الرموز الكرتونية، نستطيع مشاهدتها في الفيديو اللاحق بإذن الله.